أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقير فيصل الكراوي من برشلونة، جيت نأدي شهادة على الطريقة الكركرية ببركة سيدي الشيخ. أنا جيت من برشلونة في هذا المولد النبوي، هذا الاحتفال ديال مدة أسبوع اللي كان فيه الحفوات من أناشيد والقصائد على ذكر النبي والصلاة والسلام على النبي، والذكر اللي ما كيوقفش في طول هذا الأسبوع. بغيت ندلو بالشهادة ديالي بأن في هذه الطريقة كنز كبير جدا، وأن هذه الطريقة بالخيوط القدرة تجيبك تان هذه الطريقة وتعطيك النور وانت بلا ما تحس. انا كنعطي الشكر ديالي للجميع اللي كيخدموا هذه الطريقه، والشكر الكبير واللي ما نقدرش نقولوا نخرجوا على الفم ديالي من سيدي الشيخ قدس الله سره اللي عطانا هذا الكنز الكبير. اولا انا اعوام كثيره وانا كنشوف في التصوف وكنفتش في التصوف، واخيرا وصلت بان ضروري شيخ حي لكي تعاهده ويعطيك النور. واخيرا في هذا المولد النبوي كتاب بان نهود من الزاويه الكركريه، وصافحت سيدي الشيخ وبايعته وشفت النور الله. وكان كنقول لجميع الناس هذا راه كنز كبير وضروري اغتنم كل شيء يجي ويبايع سيدي الشيخ ويشوفه بعينه. اذا ما تقشي، اذا بغى ياخذ ورد التبرك يعمل النيه ويعمل صلاة الاستخارة ويشوف النور ويشوف الآيات اللي يقول له هذا هو الطريق، كما اللي وقعنا احنا اللي وقع هذا العبد الفقير. وبحال اللي عملت انا، نعاود عاوتاني نقولها، بحال اللي عملت انا وعملت صلاة الاستخارة وقبضت الورد وداومت عليه عام، وبهذا الورد شفت رؤيا صالحة، شفت فيها الشيخ وقبلت له يده ودخلنا في النور. وهذا الورد يعطيك النور وتشوف النور وتشوف العجائب. ونعاود اللي بغى ياخذ هذا الكنز يجي للزاوية الكركرية، أو لا يطلب الإذن من ورد التبرك ويعمل صلاة الاستخارة ويشوف هذا النور بأم عينه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.